الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان وعلى جميع. اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد الإعلان عن افتتاح فرع لملهلي شهير في جدة، مما أثار جدلا واسعا بين المغردين السعوديين الذين عبروا عن استيائهم من وجود هذا المكان بجوار مدينة مكة المكرمة. وانتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عملية تجهيز افتتاح الملهى الليلي، ويرافق الصورة صوت شخص يشرح طبيعة عمل الملهى الذي وصفه بأنه سيكون ديسكو محترم للعائلات، مشيرا إلى أن أسعار التذاكر ستتراوح من 500 إلى 1000 ريال سعودي. يا جماعة، هذا وايد من أشهر الديسكوات في دبي، هو الآن موجود في جدة. هذا البار، بار حلال، أكرر حلال. هنا حيكون في تيبلز العادية، واللي فوق حيكون في آي بيز، it will be included شيشة. هذا التطور اللي احنا نبيه، البحرين سابقتنا من سنوات.